في دائرة الأحداث، برنامج إخباري تحليلي يلقي الضوء على قضايا الساعة. إعداد بشرى حسيني، أهلا بكم. اتفق المسؤولون الماليون لدول مجموعة العشرين نهاية الأسبوع على تلافي السحب المبكر للدعم المالي والنقدي الذي قدموه للاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا. أكدوا أيضاً أن حالة هذا الاقتصاد تتطلب كثيراً من التريث والحذر نظراً لغموض الأوضاع الصحية التي يعيشها العالم اليوم أمام قلة اللقاحات وتنامي السلالات المتحورة للفيروس التاجي. الاجتماع حث أيضاً الاقتصادات الرئيسية على دعم الدول الفقيرة والنامية التي تزداد معاناتها أمام اتساع الفوارق بخصوص النمو الاقتصادي وبطء التطعيم. وإذا كان البنك الدولي قد توقع في وقت سابق أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4% عام 2021 بناء على توقعات بأن تعمم اللقاحات الخاصة بالفيروس عبر العالم، فإنه اضطر على إثر التذبذب القائم في هذا المجال إلى التقليص من توقعاته، مؤكدا أن التعافي سيكون ضعيفا ما لم يبادر قادة الدول الكبرى إلى تعزيز الجهود لهزم الجائحة من جهة وتطبيق إصلاحات لتعزيز الاستثمار. فما هو واقع حال الاقتصاد العالمي اليوم؟ ما هي سبل تحقيق التعافي في أقرب الأجل؟ وما حقيقة أن الانكماش كان أقل حدة في الاقتصادات المتقدمة وأن التعافي الآن والأكثر قوة في الصين؟ أهلا بكم من جديد في دائرة الأحداث سيداتي سادتي، وأهلا بضيوفي في حلقة اليوم. يسعدني أن أستضيف من باريس الأستاذ محمد الألفي الخبير في الاقتصاد السياسي. أهلا بك أستاذ الألفي. أهلا بحضرتكم أستاذ مستمعيني الكرام. ويسعدني أن أستضيف من الدار البيضاء الأستاذ الطيب أعيس الخبير المالي والاقتصادي. أهلا أستاذ أعيس. أهلا بكم، مرحبا بكم جميعا. أستاذ محمد الألفي، وأنا أعد لهذه الحلقة تساءلت مع نفسي، هل من السابق لأوانه الحديث عن بوادر لتعافي الاقتصاد العالمي؟ لذا وتمهيدا لنقاشنا أطرح عليك هذا السؤال، هل ترى أنه من المبكر اليوم الحديث عن بوادر لانتعاش الاقتصاد العالمي؟ الحقيقة في هذه مسألة شائكة جدا، وحتى تصريحات السيدة كريستالينا جورجيفا اللي هي مدير عام الصندوق في الاجتماع اللي هو مع وزراء المالية محافظين البنوك المركزية اللي كان يوم 26، كان اجتماع تقليدي والتوصيات فيه تقليدية لا تختلف عن السابق فيها منذ بدء الجائحة. أما مسألة التعافي فالتعافي له شروط، والشروط ليست هي الشروط النظرية اللي قدمتها السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي أو اللي تكلم فيها الدول الكبرى في مجموعة العشرين سابقا لما كان الاجتماع في العام الماضي في الرياض في نهاية العام الماضي، أو التوصيات اللي بتصدر سواء دورية كل 15 يوم أو شهري من الصندوق أو من البنك الدولي. الشروط الأولى للتعافي هي أنه لازم نقول أن حجم الدين تجاوز 291 تريليون دولار، وده رقم مرعب بعد ما كان بنتكلم في 244 يعني من فترة قريبة. فالنهاردة حجم الدين وخدمة الدين، كيف ستتعافى هذه الاقتصادات سواء الكبرى أو المتوسطة أو الدول الصاعدة أو الاقتصاديات النامية أو ما يطلق عليه الناشئة بمسمياتها المختلفة. احنا عندنا عقبة كبيرة في التنمية هي مسألة الدين وخدمة الدين. إذا كنا بنتكلم على أن هذه الدول جادة سواء المؤسسات المالية الدولية أو مجموعة العشرين اللي هي مجموعة سياسية اقتصادية تراعي مصالح الدول الكبرى وتسعى لتجنب الصدام بينها وبين البعض. إذا ما دامت شروط التعافي غير متوفرة اليوم فإنه من السابق لأوانه أن نتحدث عن بوادر لهذا التعافي. للأسف الشديد حضرتك كلها مؤشرات نظرية تكلم على التطمين. نعم. التطمين والشفافية. نعم، سيكون لنا فرصة للوقوف عندها. لكن خليني أقول على نقطة مهمة قوي، إذا عاوزين نتكلم على تعافي يبقى لازم نعمل على خفض ديون أو شطب ديون مستحقة على دول. بنتكلم إذا كنا بنتكلم لابد أن يتم شطب 30% على الأقل من ديون العالم مجتمع كاملة، إذا كنا نبحث عن تعافي وعدم صدام اقتصادي يؤدي إلى صدام عسكري لاحقا زي ما حصل في أزمة 29 وبعدها بعشر سنوات نتج عن حرب اللي ابتدت 39 الحرب العالمية الثانية حتى 45. ده كان تداعيات هذا الأمر.
بنخفض شطب ديون معناه خفض تكلفة خدمة الدين، وهنا نبدأ نتكلم عن تعافي ونقول مؤشرات نمو. نعم. عكس كده الأمر هيكون قاسي جدا. نعم أستاذ طيب عايز استمعت إلى ضيفي من باريس، كانت هناك العديد من الدراسات والعديد من التوقعات آخرها تلك المعدة من قبل البنك الدولي، على مدى استندت هذه التوقعات، وهل ترى أنت اليوم أن الاقتصاد العالمي يسير وإن ببطء إلى نوع من التعافي؟ هو الأكيد أن الاقتصاد العالمي سيعرف بطئا وانكماشا في سنة 2021 كما عرفه في سنة 2020. يعني بالنسبة لجائحة الكورونا اليوم هذا الصباح أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا تقول أن السنة 21 سيكون الفيروس ما زال حاضرا معنا والجائحة ما زالت حاضرة معنا في خلال سنة 2021، وبالتالي فلن نتخلص من الفيروس نهائيا إلا في أفق 2022، وبالتالي كل التوقعات الجادة تقول أن التعافي العالمي سيكون ابتداء من 2022 وسيتحقق الانفراج 23، وبالتالي ف 21 وهناك من يتحدث عن 10 سنوات. لا أظن 23 كافية، يعني العالم لن يستطيع تحمل 10 سنوات من الأزمة بهذا الشكل بهذه الحدة. يعني خلال سنة 2021 سيتم نشر اللقاح، يعني بدأ اللقاح الآن في العالم خاصة في الدول الأوروبية، والحمد لله بالنسبة للمغرب هو متقدم بالمقارنة مع دول الجنوب. يعني خلال هذه السنة 2021 سيتم النشر اللقاح على المستوى العالمي، وسيتم يعني تلقيح الجمهور الواسع من في دول العالم يعني أواخر سنة 2021، وبالتالي هذه السنة ستكون سنة أزمة، يعني سيظل الاقتصاد العالمي رهينا بهذه الجائحة، وبالتالي يعني الآثار السلبية لها ستظل يعني في خلال هذه السنة، خاصة في القطاعات التي تشغل اليد العاملة الكبيرة كالسياحة ومختلف الصناعات التي تشغل اليد العاملة على المستوى العالمي، والذين تضرروا أكثر هم الدول الفقيرة أصلا. نعم. وبالتالي فالأغنياء ازدادوا غنا والفقراء ازدادوا فقرا خلال هذه الجائحة. نعم أستاذ محمد للألفي، أكيد أن صانعي السياسات يواجهون اليوم تحديات كبرى في الصحة العالمية والعامة والتغلب على تأثيرات الجائحة ومكافحة العوامل المعاكسة على صعيد الاستثمار، لكن هل ترى أنت هذه الرغبة في إعادة النظر في النمط الاقتصادي العالمي وأخذ بالاعتبار حماية البيئة في أي استراتيجية لمواجهة جائحة كورونا ودعم الاقتصاد؟ وضع السياسات بيضع سياسات من منظور نظري للعالم أجمع، خاصة الدول الكبرى أو مجموعات اللي هي الاقتصادية التي تسيطر على العالم، وهي مجموعات تتصارع فيما بينها وليست متكاملة، وبالتالي هنا نذهب إلى نقطة منفذ السياسات. منفذ السياسات يقعون في فخ الصراع بين القوى الكبرى التي تتصارع في الأساس، والمفروض أنها تصنع سياسات يجب أن تقود العالم إلى شكل كبير. لكن خلينا نقول أنه مسألة الجائحة هي كشفت عن الخلل في النظام الاقتصادي العالمي. النظام الاقتصادي العالمي النموذج الغربي اللي هو بيقود العالم للثراء والمتعة انتهى منذ العام 1990 بسقوط جدار برلين، ده من تداعياته، وبالتالي نحن أمام تشكل جديد بدأ في 2021 وستستمر ل 2030 لمدة 9 سنوات. لمدة 9 سنوات هيكون في صدمات اقتصادية ضخمة جدا، تأثر سلبي زي ما قال الأستاذ عرس مدخلته أنه المسألة يعني هتاخد وقت لسه، بس هي يعني هتزيد على 2023، لأن التسع سنوات من 21 حتى 30 هي سنوات الصدمة والاستفاقة في أن واحد، ولكن يجب أن يكون هناك سياسات جديدة. العالم بوضعه الحالي لن يستطيع الخروج من أزمته، لأنه عالم متصارع متنافر ليس متوافقا على سياسة واحدة للخروج من الأزمة. احنا شفنا حتى في مسألة تغطية اللقاحات الصراع بين الدول الكبرى كيف كان، ومن نعم. يريد أن يحصل على حصة فهو أيضا لمواطنيه، لا يوجد عدالة في توزيع اللقاحات، وهنا يجب أن نذهب إلى فكرة الصراع الدائم. العالم لن يعني سيشهد ميلاد قوى اقتصادية جديدة، والقوى القديمة لا تريد أن تتنازل عن عرشها، وبالتالي نحن في الجائحة تستخدم كأحد أدوات الحرب البيولوجية الجديدة،
يعني تستخدم كأداة حرب الآن لتركيع اقتصادي، ولا تستخدم يعني كأنها يعني جائحة أو موقف تتعاون فيه الدول فيما بينها للخروج من الأزمة. للأسف الشديد الدول الأقل ثراء والأقل قدرة عسكرية وأقل قدرة اقتصادية وأقل بنى تحتية ستدفع مزيدا من التكاليف الباهظة، ولن يخرج من هذه الأزمة إلا الدول اللي هي قادرة تعيد هيكلة نفسها داخليا، قادرة تنتج أدوات مالية ومصرفية داخلية أو إقليمية تستطيع بها الحفاظ على معدل النمو والإنفاق العام الداخلي وإعادة هيكلة اقتصادياتها بشكل كبير. لكن إذا انتظرت الدعم من العالم أو مساعدة العالم أو فيما يخص ذلك ستسقط في فخ الصراع بين القوى الكبرى ولن تنجح هذه الدول. الكل يعمل منفرد، بيعمل منفصل، حتى القوى الكبرى واحنا شايفين ولا يعني. وبعدين بيتحدثوا عن عالم معدلات نمو، عالم سيستفيق. كيف سيستفيق والعالم معظمه في حالة إغلاق؟ إن ما كانش كلي فهو جزئي، من منطقة إلى منطقة لا يستطيع أن يقوم بتشغيل أدواته. ذكر الأستاذ عباس قال على نقطة مهمة، ذكر قطاع السياحة والطيران اللي هو خسائره حتى الآن تريليون و300 مليار دولار، وده رقم رهيب جدا في حجم خسائر، من مجمل حجم خسائر عالمية تتجاوز 9.4 تريليون دولار. وبالتالي الأمر ليس بهذه السهولة، وهذه الدول ستدمر الاقتصاد العالمي لأنه ليس أمامها إلا أنها ستقوم بطباعة أموال زيادة عن الاحتياج العالمي وستغرق بها الأسواق. وحتى العالم الآن بيتعامل بعملة موحدة اللي هي الدولار، وهي عملة بدون غطاء منذ العام 1971 لما الفيدرال ريزيرف الأمريكي وأمريكا قررت، قالت عملتنا بدون غطاء ذهب، وصدرت معظم احتياطيات الذهب في العالم. وبالتالي نحن نتعامل بعملات لا يعني لا قيمة لها، وفي أي صدمة ستسقط هذه العملات، وبالتالي تسقط الدول المتعاملة أو التي لديها احتياطيات كبيرة تعتمد على العملة الدولارية. نعم أستاذ. طيب أعيس، حسب تقديرات البنك الدولي فإن انهيار النشاط الاقتصادي العالمي في السنة الماضية كان أقل شدة بقليل عما كان متوقعا في السابق، وهو خبر جيد، لكن هل تسيء هذه الحمائية التي تحدث عنها ضيفي من باريس وهذا الانكفاء على الذات الذي يعيشه العالم على أي حدود لجهود مشتركة لإنعاش الاقتصاد مستقبلا؟ طبعا في ظل هذه الأزمة كل دولة كمشت على نفسها، وكل يقول أنا حتى في أوروبا لاحظنا كيف أن في بداية الأزمة الأوروبيين تركوا إيطاليا تواجه مصيرها لوحدها، وتركوا إسبانيا تواجه مصيرها لوحدها، وكيف أنهم يعني لم نسوا اتحادهم، وكل انكمش على نفسه وحاول أن ينقذ نفسه فقط ونسي الآخرون. ولكن بعد ذلك استفاق الأوروبيون ورأوا أن في تكتلهم وتوحدهم يمكن أن يكون فعلهم أكبر، وبالتالي أعادوا القوة لهذا الاتحاد. ورأينا كيف أن الآن بالنسبة للقاحات يعني تم تدبيرها على مستوى أوروبا، فأوروبا هي التي اشترت اللقاحات ووزعتها على هذه الدول، وهذه طبعا أعطى قوة لأوروبا واستطاعوا أن يتجاوزوا أزمة اللقاحات. وهذا يبين أن هذا يعني عصر ما بعد الكورونا، ما بعد الجائحة، سيكون عصر التكتلات. ونلاحظ الآن في العالم في تكتلات تتصارع فيما بينها، أمريكا من جهة والصين من جهة وأوروبا ومن جهة، وهناك الهند وروسيا كذلك تريد أن تجد لها موطن قدم في هذا الصراع. فهذه كلها قوة عظمى على مستوى الكثافة السكانية، على مستوى الناتج المحلي، على مستوى القدرات الاقتصادية والعسكرية والسياسية وغير ذلك. أما بالنسبة للدول الصغيرة مثل دولنا المشتتة المتفرقة، مستقبل هذه الدول هي في تكتلها، في تكتل مثلا الدول العربية أو أفريقيا أو الدول الإسلامية وغير ذلك. يعني تكتلها بد أن نخلق تكتلات وازنة
يمكن أن تواجه العالم. نعم أستاذ محمد الألفي، الأستاذ الطيب أعيس استعمل لا النافية بقوة أكثر من مرة في تدخله، هل ترى أنت أن هذه الدول النامية ومنها الدول العربية والدول الناشئة تملك أسسا لهذا التكتل القوي الذي سيجعلها تنهض من هذا الركود الاقتصادي التي تعيشه دون اللجوء إلى الغرب ودون مساعدة الآخرين؟ ما هو حضرتك الأستاذ الطيب يعني هو استدعى ما أطلق في الجامعة العربية سنة 64، السوق العربية الموحدة أطلقت سنة 64 قبل السوق الأوروبية الموحدة، وده كان حلم وأمل كبير وده هو المفترض. ولكن لو جينا نشوف الواقع الآن، الواقع الآن أن حجم تبادل الدول العربية مجتمعة مع بعضها البعض لا يتجاوز 2% من حجم تبادل الدول العربية مع العالم. وبالتالي نحن يعني الآن حتى في خلافات في القوانين، خلافات في التشريعات، خلافات في تعوق تبادل، تعوق الحمائية الجمركية، لم نصل بعد إلى مستوى فكري يعني متقدم يسمح لنا بأن نقوم بهذا. وبعدين حضرتك لا يخفى على أحد أنه أي خلاف يعني أو خلاف وجهات النظر بين الدول العربية بيؤثر سلبا على التبادل التجاري اللي هو في الأساس يعتبر منعدم. وبالتالي لابد من تغير واقع فكري كامل، اتفق مع الأستاذ طيب في هذا، لكي نحقق أو نخلق تكتل سواء عربي أو عربي إفريقي أو عربي أسيوي على أساس أنه إحنا نقدر نحقق هذا الأمر. لكن المنطقة لم تستقر بعد ولم تستقر الآن، لأنه بمستوى الفكر الحالي بمستوى الرؤية يعني الضيقة الحالية في المنطقة لن نستطيع الوصول إلى ما تحدث عنه الأستاذ طيب، وهو أمر مشروع ومحمود جدا، ولكن نحتاج إلى إرادة سياسية وإدارة سياسية واقتصادية، لأنه هذا الأمر لن يتم يعني فقط بتمني لأنه العالم يعني ستيفن هيسل عنده نظرية كان بيرى أنه العالم حتى لا يلجأ للصدام لابد أن يتكون من 5 تكتلات تتعاون فيما بينها ولا تتنافر. لكن كنا نريد أن يكون أحد هذه التكتلات في المنطقة العربية ولدينا ما نستطيع أن نفعله. يعني هو تحدث الأستاذ الطيب عن أنه المغرب بيذهب إلى الصناعة، بيذهب إلى كذا، بيذهب إلى تطوير، ده ممتاز وفي برضو لكن بيعمل برضو هو منفرد داخل المغرب. مصر بتشتغل منفردة داخل مصر، السعودية منفردة داخل السعودية، الإمارات لم نحقق يعني خطوط أو للترابط أو التبادل البين بيننا بما يسمح بتدوير اقتصادياتنا وإدارة مصانعنا والحفاظ على عمالتنا بالشكل الذي يليق بنا كدول تملك عقول، تملك كوادر بشرية، تملك موارد، تملك ثروات. لم نصل إلى هذا الأمر بعد، ولكن نتمنى الوصول إليه إذا توفرت الرغبة والإرادة والإدارة لتحقيق هذا. نعم أستاذ طيب أعيس، تحدث الكثيرون اليوم عن تعافي أكثر بالنسبة للصين في اقتصادها، هل ترى أن الصين ربما تخرج فائزة في حرب الانتعاش هذه التي رغم أنها كانت أول دولة تصاب بفيروس كورونا؟ هي الصين في الواقع خرجت فائزة already، يعني الآن الفائز الأكبر في هذا في هذه الجائحة والصين، يعني الصين فازت يعني أصبحت الآن تمون العالم كله بمنتجاتها، باللقاحات، بالمواد الطبية، بالآليات، بكل شيء. يعني الصين يعني خرجت بسرعة. لماذا؟ لأن الصين مليارين من البشر، والصين قارة لوحدها، والصين لها يعني ليست دولة صغيرة، إنها دولة عظمى كبيرة جغرافيا وسكانيا، ويعني ولها رؤية كما أشار الأستاذ، لها رؤية واضحة لمستقبلها. هي الصين الآن تفكر ل50 سنة المقبلة، الصين لا تخطط ل5 سنوات أو لبضع سنوات، تخطط ل50 سنة المقبلة ولها تخطيطات ل50 سنة المقبلة. وطبعا هذا يجعل من الصين دولة متقدمة، ويجعل أمريكا التي هي الدولة العظمى الآن في العالم تخاف من أمريكا، وكل الذي فعلته أمريكا في عهد ترامب للتضييق على الصين كان فقط لفرملة يعني النهوض الصيني والاقتصاد الصيني الهائج. طبعا الصين استفادت كثيرا، ولكن
يمكن كذلك لنا أن نستفيد. يعني ما قلته حول التكتلات في منطقتنا ليس فقط أحلاما أو تمنيات، إنما هو واقع الآن. يعني قبل بضعة أسابيع وقعت أفريقيا السوق الإفريقية المشتركة، ويعني منطقة الحرة الأفريقية، وستكون أكبر منطقة حرة في العالم فعلا. كما أشار الأستاذ، التجارة البينية بين الدول العربية ضعيفة جدا، لا تصل إلى 3%. لماذا؟ لأن طبعا من مصالح الدول الغربية أن بدل أن نشتري من مصر أو من تونس أو من الدول الإفريقية، نشتري من باريس أو من روما أو من لندن التي تشتري من هذه الدول. يعني أن نمر دائما عبر أوروبا أو عبر أمريكا أو عبر وسيط ثالث، وهذا طبعا يجعل هذه الدول الإفريقية دائما متخلفة. الآن ابتداء من هذا الاتفاق فيمكن للمغرب أن يشتري من بوركينا فاسو ومن زامبيا ومن إريتريا ومن إثيوبيا وإريتريا ومصر وهكذا. ونفس الشيء بهذا الشكل وبهذه الآليات نطور مستوى التجارة البينية بين هذه الدول الأفريقية. لا نريد أن نتحد كأفارقة وكعرب لنتصارع مع أوروبا وأمريكا، لا، نتوحد لنتعاون أكثر مع أوروبا، ونتعاون أكثر مع أمريكا، ونتعاون أكثر مع الصين وغيرها من الدول. هذا هو الأصل، والإنسان كله هو على هذه الأرض، وعلينا أن نتضامن حتى نحافظ على هذه البيئة التي نعيش عليها، وأن لا ندمر هذه الأرض التي نعيش عليها، وأن لا نذهب في الاقتصاد الرأسمالي المبني على الاستهلاك المفرط، الاستهلاك في كل شيء، وتدمير، وبالتالي تدمير الطبيعة وتدمير البيئة، وهذا لا يخدم الإنسان كيفما كان، سواء كان نعم. أفريقيا أو أمريكيا أو غير ذلك. نعم. أستاذ محمد الألفي، في ختام هذه الحلقة أسألك أنت عن توقعاتك للاقتصاد العالمي، هل سيبدأ بالتعافي رغم الجائحة، وهل استخلص العالم الدرس منها ليحل التعاون بدل التصارع، ونهجر جميعا هذا الاقتصاد الرأسمالي المفرط الذي عاشه العالم لسنوات؟ حتى هذه اللحظة لا توجد بوادر سياسات أو سياسات تخطيط واضح وسياسات تنفيذية واضحة للي حضرتك تفضلت به. الأمر الآن ما زال الكل يدور في فلك الأزمة، زي ما العالم بيدور في فلك الأزمة العالمية من 2008، اللي هي بدأت في 2006 وظهرت في 2008، وحتى هذه اللحظة لم يتم، ما زال الكل يدور في فلك الأزمة، وكل يريد أن يعود إلى صادق عهده، أن يحافظ على مكتسباته القديمة أو يعيد ما كان يحصل عليه سابقا. لم تتغير العقلية بعد، سواء في الغرب أو الشرق الأقصى، باستثناء يمكن الصين زي ما الأستاذ الطيب تفضل، أو الغرب. الاتحاد الأوروبي ما زال مختلف بالمناسبة حول سياسة التعاون مع الآخرين فيما بينه، ما زال مختلف، اللهم إلا إذا كان بعض 3 أو 4 دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي. وما زالت أمريكا تريد تحدث تخبط كبير في العالم في السياسات الاقتصادية والنقدية على مستوى العالم، وده احنا بنشوفه في مؤشراته كمشهد من خلال البورصات العالمية كيف تتأثر. فالأمر إذا لم يعني تضع التكتلات بحجم الاتحاد الأوروبي، بحجم الصين خدت طريقة واضح ومباشر بتتعاون مع الكل، الولايات المتحدة ما زالت تتخبط، الاتحاد الأوروبي ما زال مختلفا في تنافر قوي جدا، وأنا مطلع على هذا الأمر بحكم الاتصالات، يعني في تنافر ضخم جدا، هناك دول لا تريد أن تتنازل عن بعض حصصها من أجل التعاون كي تستفيق وكي تعود مرة أخرى وكي تستمر. الأمر مرتبط داخل الاتحاد الأوروبي الذي قامت معظم دوله بخفض الإنفاق العام في آخر 3 سنوات بما أثر على الاقتصاديات وجعلها تتراجع حتى قبل جائحة كورونا. إذا لم يقوموا بنقل وتوطين تكنولوجيا في مناطق أخرى لاستحداث أسواق جديدة وصناعات جديدة وتشغيل تكنولوجيا جديدة زي ما تفضل الأستاذ طيب في إفريقيا، في وسط وجنوب إفريقيا وفي دول الشمال الإفريقي بالكامل من مصر وحتى المغرب، وبالتالي تستطيع أن تجد فرصة أخرى وتصنيع بديل وإجراءات بديلة بالتكنولوجيا التي تملكها وبثروات لديك وبحجم إعفاءات ضريبية وبحجم عمالة جيدة ومدربة في الدول الأخرى. إذا لم يصلوا إلى هذا مستوى هذا الفكر من التعاون ليقيموا اقتصاديات جديدة لهم وللآخرين، فلن أعتقد لن يكون الخروج سهلا من هذه الأزمة
للجميع وليس للتكتلات الكبرى فقط. نعم، أشكر ضيوفي في حلقة اليوم. كان معنا مشكورا من باريس الأستاذ محمد الألفي الخبير في الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك على المشاركة. شكرا لحضرتك أستاذ مستمعينك الكرام والأستاذ الطيب. وصاحبني مشكورا أيضا من الدار البيضاء الأستاذ الطيب أعيس الخبير المالي والاقتصادي، شكرا جزيلا أستاذ أعيس. شكرا لك وشكرا للأستاذ محمد وشكرا لمستمعينا الكرام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. لكم تحايا عبد الله دادة وخليل من فريق العمل، ولكم مني بشرى حسيني خالص التحيات. في دائرة الأحداث، برنامج إخباري تحليلي يلقي الضوء على قضايا الساعة. إعداد بشرى حسيني.